تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا ملفات العمل التي تباشرها وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى المشروع القومي لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والذي يشمل تطوير 65 مصنعا ومبنى خدميا، وذلك على مستوى الشركات التابعة بمختلف المحافظات. كما تم استعراض آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة.